طيب معايا عبر الهاتف الان واحد بقى من اللي عاشوا 2006، واحد بقى من اللي عاشوا الاهلي في بطولات عظيمه، واحد من اللي شاف كتير منافسين للاهلي احتفلوا مبكرا وفي الاخر الاهلي هو اللي بيحتفل بالبطولات وللفوز بيها. معايا الكابتن الكبير واحد من الكباتن التاريخيين للنادي الاهلي الكابتن شادي محمد. يا كابتن شادي مشرف ومنور كالعاده. كيمو تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك، ووحشني كتير جدا والله. انت وحشني جدا، اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله زي الفل. شفت تصريحات مكوينة النهارده مدرب صن داونز؟ رايك فيها ايه؟ يعني باختصار شديد، الكبير كبير افريقيا لما بتلعب معاه وتكسب 1-0 على ارضك بتبقى سعيد، ده الطبيعي لان انت الكبير، انت اللي الناس بتنظر لك نظره مختلفه، انت اللي متسيد على عرش افريقيا، ولما بتغيب عن المباراه النهائيه في كل البطولات بيبقى في حاجه غلط، هما بيشوفوا كده كمان. فطبيعي المنافس بتاعك او المنافسين بتوعك الكتير شايفينك في حته تانية طول الوقت، فلما بيتعادل معاك او بيكسبك هو بيبقى فرحه غير طبيعيه، وبالمناسبه حقه يفرح. صح، وحقه لان هو يعلم قيمه النادي الاهلي ويعلم تاريخه الكبير جدا. بس لكن هنحط الحاجه في موضعها الطبيعي، اللي احنا فريق تصريحات. طبعا انا هقول لك حاجه بخبرتي اللي بشوفها طول الوقت على مدار سنين طويله مع النادي الاهلي. لما اي خدها قاعده مني، اي مدير فني بيصرح تصريحات يقلل من حد او يبالغ في تصريحاته تعرف اللي هو مرعوب. ولما واحد يحترمك في الكلام ويديك برستيجك ووضعك ويحترم الفريق ويحترم تاريخ النادي ده تخاف منه جوه الملعب. صحيح صحيح. طيب لعيبه النادي الاهلي بكره يا كابتن شادي مطلوب منها ايه؟ لعيبه النادي الاهلي اللي بصراحه شديده عشان نبقى واضحين جميعا ما عملوش مباراه كبيره في مباراه الذهاب، لا هم ولا الجهاز الفني، مطلوب منهم ايه في استاد القاهره بكره قدام 50,000 مشجع؟ انا هقول لك حاجه صغيره جدا ومش مطلوب من لعيبه النادي الاهلي لوحدها. الجمهور عشان اكون نجزأ كده الامور، ما تطلبش من جمهور النادي الاهلي اي حاجه لان عنده خبرات متراكمه اكتر من اي حد قاد النادي الاهلي على مدار تاريخ. الجمهور عارف ايه اللي هيعمله كويس قوي من اول دقيقه لاخر دقيقه. وانا ده شفته بعناية سنين طويله، جمهور النادي الاهلي السند الداعم القوي المرعب في استاد القاهره، فده مش هتكلم فيه. انا هتكلم على المبالغه. وانا المبالغه في المباراه الاولى، الافراط في الدفاع والمبالغه في الدفاع، وادي فريق طبعا فريق محترم، وطبعا فريق صن داونز فريق محترم وعنده بيقدم كره كويسه، لكن بلغنا قوي فنيا. كان في مبالغه فين النهارده؟ ادافع اوكي ما فيش مشكله، لكن فين الشق الثاني من المباراه؟ فين الضغط على الخصم الامامي؟ فين لما استخلص الكوره الهجمه؟ بكره اتمنى الاول كولر يضع الخطه المناسبه، ضغط امامي، لان النادي الاهلي في اوقات كتير جدا في المباراه لما ضغط من قدام ابتدى يغلط الفرقه. واحد. اثنين، حراسه المرمى، حارس المرمى ده بيمسك الكوره كتير جدا، مش بيلعب الكوره تجيله فبيتصرف فيها على الاجنب بسرعه، بيتقل عليها بلغه الكوره، فلازم اللي بيلعب قدام يكون المدير الفني قايل له اضغط عليه لان وارد الخطا بشكل كبير جدا. صحيح، ده وجهه نظري انا. هايل. رقم ثلاثه بلاش النزول لتحت. انت في ملعبك امكانياتك اكبر، عندك لعيبه مهاريه اكتر، مع التامين الدفاعي المجموعه اللي ورا مع واحد من وسط الملعب يبقى الدنيا زي الفل. ده زي ما بتهاجم يبقى عندك ناس تقدر تقفل الهجمه. ولكن المطلوب من كولر يحط التشكيله الهجوميه وطريقه اخد اللي انا عايزه من المباراه ثم ارتاح. طيب من تاني كابتن شادي شايف التشكيله، شايف التشكيله مع اللعين. طيب شايف التشكيله المناسبه للمباراه تكون ايه؟ التشكيله المناسبه للنادي الاهلي خليني اقول لك، يعني ممكن رامي ومحمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، العب بمروان، ديانج، امام عاشور، والعب بكهربا، حسين الشحات، وبرسيتاو. دي شايفها التشكيله المناسبه بكره؟ التشكيله. طيب. اللي هي كتير يعني كتير لعبت مع بعض كتير. انجازت، عملت سيزون استثنائي السنه اللي فاتت. بس اهم حاجه
كلام المدرب، هل انا هضغط ثلثين ملعب ولا هضغط ضغط امامي؟ مفهوم. لازم من البدايه استغل جمهوري وارضي الضغط الامامي اللي غلط الخصم وحاله الخوف مني، لازم ااكدها عن طريق الضغط الامامي. وهعمل ايه لما انا اخد الكوره؟ ده كلام مدير فني مع لعيبه الكوره في الملابس. ده اهم حاجه الهدوء. مفيش كلام مع حكم، ده الكلام المتعارف عليه في اوضه اللبس. الهدوء، انزل هادي، بلاش الحماسه الزياده عشان الجماهير موجوده. النهارده ادور على الهدف الاول اللي انا اجيب هدف، ثم الهدف الثاني اللي انا اجيب الهدف الثاني. طيب كابتن شادي، كابتن شادي الكلام كان الايام اللي فاتت كتير جدا على امام عاشور وعلاقته بمارسيل كولر، والنهارده الراجل في المؤتمر الصحفي قال ان كل الامور سليمه بيني وبين امام عاشور ومفيش اي مشاكل، رايك ايه؟ والله انا شايف اللي في ناس بتنصب نفسها ملك اكتر من ملوك. اللي بيحب النادي الاهلي ما يتدخلش بين علاقه ولاعب. اللي بيحب النادي الاهلي ما يتدخلش بين صفقه انت هتستفيد منها ايه. للاسف في ناس بتنصب ما تعرفش اللي غير الاهلي يلبس احمر، وانا صريح جدا معاك بالمناسبه. احنا اتعلمنا في النادي الاهلي لما تيجي تكلمني عن تشكيل، بالمناسبه انا كنتش هقول لك كده خالص. بس انت طلبت مني تشكيل في وقت اللي يلعب يلعب، طالما بنثق في رجاله النادي الاهلي. لا لا، ما هو كابتن شادي بس هوضح حاجه، انا هوضح حاجه، هو كده كده حاجه بسيطه جدا. اتفضل، بس هوضح لك حاجه. انت عن مباراه واحده من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي. اتفضل. مباراه الصفاقس. ايه رايك ان المباراه دي بقى؟ اسمع، عماد النحاس ما كانش موجود، محمد بركات ما كانش موجود، محمد شوقي ما كانش موجود، اسلام الشاطر كان على الدكه، عماد متعب كان على الدكه، ايه رايك؟ صح. والاهلي كسب. صح صح صح. يبقى احنا وغير الاحباط اللي انت اخدته من قبل ما تسافر، اللي خلاص البطوله راحت. ولكن اللي بيراهن على هزيمه الاهلي دايما او خروج النادي الاهلي، انا بقول له ما تفكرش بالشكل ده، لان النادي الاهلي ما يعرفش حاجه اسمها مستحيل. وعلى فكره مش جيلي ولا اللي قبل مني، ده متعارف عليه في كل اجيال النادي الاهلي، والله دي مش مبالغه، دي الحقيقه. صحيح. كابتن شادي محمد، كابتن النادي الاهلي، الله اسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. دايما شادي محمد يتكلم بقلبه قوي، يعني تحسه هو مشجع للاهلي قوي اكتر منه كمان كان قائد من الكباتن التاريخيين للنادي الاهلي، من اللعيبه اللي تقدر تقول عليها ادت طبعا للاهلي كتير، والاهلي اكيد اداها كتير جدا.